بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف التاسع، أتمنى منكم الانتباه إلى هذا المقطع الجديد، نكمل فيه سورة قاف. هذه السورة المباركة في القرآن الكريم، القرآن كله مبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. عندي قلقلة لحرف الباء، طبعا صف تاسع صار عندكم علم بأحكام التجويد. أحرف القلقلة خمسة أحرف، قطب جد، شرطها أن تكون ساكنة، قطب جد ساكنة أو متحركة ولكن نقف عليها تصبح حركتها السكون، يجب أن نقلقلها، نجعل الحرف يضطرب في مخرجه. قب. وكم أهلكنا قبلهم من قر. جاءت ميم ساكن بعد ميم متحرك، عندي إدغام شفوي ونسميه إدغام متماثلين، يمد حرفتين، ميم ساكن وبعدها ميم تشبه بعض. من قر نون ساكن بعد حرف القاف إخفاء، هنا أيضا كسرتين، كسر وبعد حرف الهاء، شو يسمى الحكم؟ إظهار، جاء تنوين الكسر وبعد حرف الهاء إظهار. أيضا منهم كمان عندنا إظهار، نون ساكن بعد هاء إظهار. أحرف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين يسمى حكم إظهار، أي يجب أن نقرأ التنوين أو النون الساكنة في التلاوة، نظهرها نبينها، ما بنخفيها أو بنحذفها أو بنخفيها أو بنعمل أي شيء. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. جاءت ميم ساكن بعد باء إخفاء شفوي، ميم الساكن بعد باء إخفاء شفوي يمد حرفتين، بالإضافة إلى الإدغام المتماثلين يمد حرفتين. وعندنا قاعدة في القرآن، طبعا عندكم علم، الميم المشددة والنون المشددة دائما في القرآن الكريم كاملا يمد حركتين، تمد النون أو الميم حركتين من مد الصوتي، والإخفاء أيضا يمد حركتين. قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص. نون ساكن بعد ميم إدغام، ندغم النون بالميم فتصير عنا إدغام ناقص بغنى يمد حركتين. الإدغام الناقص بغنى حروفه يومين، إذا جاء بعد النون الساكن أو التنوين يمد حركتين. أما الإدغام الكامل حروفه لا مراء لا يمد، فقط نحذف النون أو التنوين من القراءة ونكمل لا يمد. ميم محيص، مدينا الميم حركتين لأنه إدغام. إن في ذلك لذكرى، لا حرف اللام مفتوح، لذكرى لمن كان له قلب. قلب ليش أظهرت التنوين؟ لأنه بعد حرف الهمز إظهار، أقول قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دا جاء متحرك ولكن وقفت عليه صار ساكن، أقلقله شهيد. ولقد، جاء الدا ساكن أقلقله. ولقد خلق، جاء حرف القاف ساكن أقلقله، اجعل الحرف يضطرب في مخرجه يتحرك. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا مل إدغام كامل لا يمد، كأن النون غير موجودة، مل من الميم إلى اللام، مل غوب. الباء جاء متحرك ولكن وقفت عليه صار ساكن أقلقله، مل غوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح، الحاء ساكن،
وسبح بحمد ربك قبل الباء جاء ساكن قلقله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الباء جاء مكسور ولكن وقفت عليه صار ساكن أقلقله وقبل الغروب ومن الليل فسبحه الحاء ساكن فسبحه ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأد قلقلي وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي ميم إدغام نضغم النون بالميم من مكان قريب أعيد من مكان قريب إدغام وإخفاء تنوين كسر بعد وقاف إخفاء جمات حركتين وإدغام ناقص حركتين يوم يسمعون الصيحة بالحق جاء متحرك حرف القاف ولكن وقفت عليه صار ساكن أقلقله بالحق ذلك يوم الخروج حرف الجيم جاء مكسور وقفت عليه صار ساكن أقلقله ذلك يوم الخروج إنا انتبه إلى النون المشددة بعد ألف إنا ما الطبيعي إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق القاف جاء مشدد بدي شده يوم تشقق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر ليش أظهرت التنوين؟ لأن بعده حرف العين إظهار حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نون بعد تاء إخفاء يمد حركتين ميم ساكن بعد باء إخفاء شفا يمد حركتين وما أنت عليهم بجبار فذكر را مرققة فذكر بالقرآن من إدغام من يخاف وعيد دال جاء مكسور وقفنا عليه صار ساكن نقلقله وعيد بارك الله بكم أتمنى منكم نسخ هذا المقطع وحفظه بشكل ممتاز والاستماع لهذا المقطع عدة مرات.